اللباس السوري التقليدي، لباس المرأة السورية. الإزار، لباس طويل يشبه العباءة، يكون غالباً بألوان داكنة بالنسبة للسيدات. أما الفتيات فيكون بألوان زاهية ويتزين بأقراط فضية أو ذهبية، كما تطرز بعض الأجزاء منه. الملاية، العباءة الشامية القديمة تكون باللون الأسود وتغطي كامل جسد المرأة. الشال، يطلق عليه أيضاً الطرحة أو الشالة باللهجة العامية، هو غطاء المرأة على رأسها بمثابة الحجاب أو من أجل رفع شعرها. أما الحذاء، يكون حذاء ذي كعب منخفض ترتديه النساء الشاميات قديماً. لباس الرجل السوري، القميص، يغطي الجزء العلوي من الجسم ويكون له أكمام طويلة. الجلابية، هو رداء طويل يصل إلى أسفل الكعبين. البانطو، هو لباس أقصر من العباءة بقليل، قد يصل إلى أسفل الركبة بقليل، وله أنواع عديدة من الحلبي والزوفي والخنوصي والحمصي واليوز والرازي. القنباز، رداء طويل يشبه البانطو، يكون مشقوقا من الأمام وضيقا من الأعلى، ويكون من الأسفل أوسع قليلا. يكون قنباز الشتاء من الجوف، أما قنباز الصيف من الكتان. الدامر، جبة قصيرة كان الرجل يلبسها فوق القنباز، ويكون لها كمين طويلان، وكانت النساء ترتديه أيضا. السروال، ويطلق عليه أيضا الشروال، منطال قماشي طويل يلامس الحذاء ويكون طويلا من منتصفه. الحزام، عبارة عن حزام قماشي يلفه الرجل حول الشروال لمنعه من السقوط، ويضع فيه النقود أو المسبحة أو الساعة. الطربوش، غطاء الرأس وهو قبعة على شكل مخروط ناقص، تكون بلون مشتقات اللون الأحمر. العقال، حلقة سوداء يستخدمه الرجل السوري في البادية والريف من أجل تثبيت الشماغ أو الكوفية على رأسه. مع السلامة، لا تنسوا متابعتي والاشتراك بالقناة.